مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من الأنبار الدكتور عبد القادر محمد المنسق العام لمنظمة أم القرى. أهلا بكم دكتور. بداية، ألا حدثنا عن طبيعة هذه المساعدات والحملة التي قمتم بها مؤخرا في مخيم عملية الفلوجة؟ شكرا جزيلا لكم ولجميع مشاهدي قناة الرافدين. في الحقيقة هذه الحملة تأتي ضمن الجولة الثانية أو الحملة الثانية للحملة التي نظمتها منظمة القرى لغاية الإنسانية لتوزيع المنح المالية على العائلات النازحة الموجودة في مخيمات عملية الفلوجة. فبعد الحملة الأولى كانت هناك 400 عائلة استفادت من هذه المنح المالية، وجاءت هذه الحملة الأخيرة ضمن المرحلة الثانية لتوزيع أكثر من 450 عائلة استفادت من هذه المنح المالية التي وزعت على العوائل الأرامل والأيتام المحتاجين في هذه المخيمات، مخيمات عملية الفلوجة بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك. ماذا عن أوضاع النازحين في مخيم عملية الفلوجة دكتور؟ خصوصا شريحة الأرامل، كيف تابعتموها خاصة في ظل استمرار النزوح؟ في الحقيقة هم أكثر الشريحة المتضررة من هذا الواقع الإنساني الأليم الذي يمرون به، الأرامل والأيتام الذين لا معيل لهم ممن فقدوا أباهم ومعيلهم في أثناء الحرب التي جرت في مناطقهم، فلا يجدون من يعينهم أو يصرف عليهم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة في هذه المخيمات. وفي وقت نفسهم يعني المعاناة الأكبر تزداد حين لا يجدون يعني وسيلة للعودة إلى مناطقهم ودورهم المهدمة نتيجة هذه الحرب. فمع مرور الوقت تزداد معاناتهم وتزداد حاجتهم إلى الدعم والمساندة من المنظمات الإغاثية والإنسانية، ولا سيما نحن على أبواب شهر رمضان المبارك الذين يعني الذي تزداد حاجتهم إلى الدعم والمساعدة والوقوف معهم لتخفيف من معاناتهم في ظل هذه الظروف الصعبة وعلى أبواب مع دخول فصل الصيف الحار في مناطق هذه الصحراء. طبعا هذه النقاط دكتور عبد القادر تقودنا إلى سؤال هو عن مخطط حملاتكم القادمة في العراق، لا سيما في محافظة الأنبار وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك. بالتأكيد، لأن برنامج خاص يكون يعني في خلال شهر رمضان المبارك في الأنبار وعموم المحافظات الأخرى لتشهد وجود للنازحين. هناك حملات إن شاء الله ستبدأ من الأسبوع القادم تناسب مع حلول شهر رمضان المبارك من المواد الغذائية والإنسانية التي يحتاجونها خلال هذا الشهر المبارك. ودائما المنظمة يعني تقف معهم مع احتياجاتهم وفيما يحتاجونه في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها. دكتور عبد القادر، في السؤال الأخير لكم، وربما هذا السؤال قد أجهدكم من كثر الإجابة عليه، لكننا نكرر هذا السؤال لعل وعسى قد يأتي بنتيجة. أين الدور الحكومي في كل ما نراه الآن من مساعدات تقام أو تنفذ من جهود ذاتية أو لمنظمات خاصة وليست حكومية؟ تمام، وهذا نفس السؤال بالحقيقة نحن دائما ما نوجهه إلى النازحين أنفسهم خلال زياراتنا المتكررة لهم. يعني هل يصلكم دعم حكومي هناك من الجهات المختصة أو وزارة الهجرة؟ يعني أنا أقول لك ما يعني ما يتحدثون به أنهم لا يجدون ذلك الدعم المناسب الذي يعني يتلائم وحجم المعاناة التي يمرون بها. يعني ليس هناك قليل جدا منظمات ممن يصلهم، وكذلك الدعم الحكومي قليل جدا مع ازدياد معاناتهم وازدياد حاجتهم لهذا الدعم دائما ما يشكون من حالة العوز والحاجة التي يمرون بها وقلة
المساعدة وقلة الاهتمام بهم من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة. شكرا لك دكتور عبد القادر محمد، المنسق العام لمنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية.